في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الذي كان معنا وهو حديث المسيء صلاته، وقد سبق أن استفاض المؤلف رحمه الله في بيان طريقة الاستدلال بهذا الحديث على تقرير واجبات الصلاة أو على نفي الوجوب، وختم هذا بأن المجتهد الذي يستنبط ينبغي أن يستحضر ثلاثة أمور في استدلاله بهذا الحديث. الأول أن يجمع طرق الحديث ليعرف الزيادات التي جاءت في بعض طرقه على الطرق الأخرى، والثانية أنه إذا قام دليل يدل على الوجوب من حديث آخر فالراجح كما يراه الشارح رحمه الله ألا يهمل دلالة ذلك الحديث على الوجوب بدعوى أن هذا الذي أوجب لم يرد في حديث المسيء صلاته. قد بين الخلاف في كيفية الاستدلال هذه بين من يحمل ما جاء من الأحاديث إما لم يرد في حديث المسيء يحمله على الاستحباب ويجعل عدم ذكره في حديث المسيء قرينة دالة على عدم الوجوب، والطريقة الأخرى التي هي لا تجعل عدم الذكر في حديث المسيء أمرا أقوى من الوجوب الذي جاء في حديث آخر. وقال إن حديث المسيء ما لم يذكر فيه في الرواية لا يلزم بالضرورة أن يكون غير مذكور في نفس الأمر. القاعدة الثالثة أو الأمر الثالث الذي ينبغي أن يحافظ عليه من يستدل هو أن يجري على طريقة واحدة على إحدى الطريقتين، إما أن يجعل ما جاء في حديث المسيء مستوعبا لكل الواجبات وحينئذ فيجعل كل حديث فيه إيجاب لشيء آخر غير ما هو في حديث المسيء يجعله مستحب ويجري على هذا في كل المسائل، وإما أن يجري على الطريقة الثانية فيجعل ما جاء في الأحاديث الأخرى بصيغة تدل على الوجوب لا يدفع هذا الوجوب عدم ذكر تلك الأفعال والأقوال في حديث المسيء، فحيث جاء دليل يدل على الوجوب أعمل ذلك الدليل. قال وقد وقع من بعض أهل العلم أنه لا تستقيم له هذه الطريقة، فمرة يسلك الطريقة الأولى ومرة يسلك الطريقة الثانية، ثم أخذ الآن يمثل لهذه المسائل التي وقع فيها تدافع في طريقة الاستدلال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الوجه الثالث من الكلام على الحديث. قد تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل، منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث، وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما. جيب المسألة الثانية. ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الحديث ممن ينسب إلى غير الشافعي. عندك في الحديث ولا في الفقه؟ ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعا، فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه. طيب، هذه من المسائل التي تتفرع على تقرير الاستدلال الذي سبق. الإقامة، إقامة الصلاة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ فقال إن حديث المسيء استدل به على أن الإقامة غير واجبة، لأن اللفظ الذي معنا ليس فيه ذكر للإقامة. وهذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا، لكن بشرطين اثنين، وهما القاعدتان الأوليان من القواعد الثلاث التي ذكرها. أما الشرط الأول، وسنأتي به هو الذي ذكره ثانيا، أما الشرط الأول فهو أن يخلو أو أن تخلو طرق حديث المسيء من ذكر الإقامة. الشيء الثاني أن يكون المستدل ممن جرى على طريقة أن ما دل على الوجوب مما هو ليس في حديث المسيء أنه مرجوح وليس براجح. قال: أما الشرط الأول وهو أن يخلو الحديث من ذكر الإقامة، فهذا الشرط غير متحقق، لأننا وجدنا في بعض طرق الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث رفاعة، قد سبق أن ذكرنا أن حديث المسيء الصلاة جاء من رواية أبي هريرة وجاء من حديث رفاعة بن رافع، جاء في حديث رفاعة ذكر الإقامة، ذكر الإقامة. إذن هل يصلح حينئذ أن نقول إن حديث المسيء يدل على عدم الوجوب؟ لا، لأن اشترطنا هناك أنه لا بد من ملاحظة الجمع بين طرق الحديث، فقد ورد في بعض طرقه ما يدل ذكر الإقامة. إذن انخرم شرط من الشروط، وحينئذ يبقى أن يقال إن الرواية التي فيها ذكر الإقامة تدل على وجوب الإقامة. المسألة الثانية، دعاء الاستفتاح، فقد استدل بحديث المسيء على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، وجه الدلالة أنه لم يذكر، حيث لم يذكر أي في هذه الروايات. وهذا قوله حيث لم يذكر قد استدرك عليه الصنعاني في حاشيته،
وقال إنه قد ذكر. فقد جاء في رواية أبي داود ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقرأ بما شاء من القرآن. وجه الدلالة منه يحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ بما شاء من القرآن، هل هذا دلالة صريحة؟ ليه؟ يحتمل أن معنى قوله يحمد الله عز وجل ويثني عليه هي الفاتحة، هي الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي باسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. إذن لعل قول يحمد الله عز وجل ويثني عليه هو تعبير عن قراءة الفاتحة ثم يقرأ بما شاء من القرآن، هذا ما زاد على الفاتحة. ولهذا الإيراد لعل ابن دقيق العيد قال إنه حيث لم يذكر لأنه لم يرى أن هذه الرواية صريحة في ذكر الإقامة، في ذكر دعاء الاستفتاح. وإذا كان كذلك فحينئذ يقال إن حديث المسيء لم يرد فيه ذكر دعاء الاستفتاح ولم يأتي دليل آخر يدل على وجوبه حتى يقال بوجوبه. ثم استطرد فذكر أن بعض أهل العلم وهم على الشافعي فقال إن الشافعي يوجب دعاء الاستفتاح، قال وهذا أصلاً هذا لا نحتاج إلى أننا نناقش في الاستدلال لأن النقل غلط، هذا لا يعرف. فإن كان القائل قاله من نفسه فهو قد غلط على الشافعي، وإن كان قد قاله نقلاً عن غيره فقد غلط ذلك الغير، ولا يعرف عند الشافعية أنهم ينسبون إلى إمامهم الشافعي أنه يقول بوجوب دعاء الاستفتاح. نعم. ومنها استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه، بخلاف التشهد فهذا يقال فيه أمران: أحدها أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر وهو أرجح مما ذكرناه، وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقال. الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. طيب هذه المسألة وكأنه يعني أراد بها تقرير الاستدلال وبيان أو ذكر مثال لمن لم يجري على طريقة واحدة في الاستدلال بحديث المسيء. قال بعض المالكية إن التشهد، والمقصود بالتشهد قراءة التشهد، وأما الجلوس للتشهد فهذا مجمع عليه، لكن الكلام هو في لفظ التشهد. ذهب بعض المالكية إلى عدم وجوب التشهد بما ذكرناه
من عدم الذكر، أي أنه لم يرد في حديث المسيء ذكر التشهد. وإذا لم يرد في حديث المسيء ذكر التشهد فهو حينئذ يصبح هذا الحديث صالحا لنفي الوجوب. طيب، قال: لكن المالكية الذين نفوا وجوب التشهد استدلالا بعدم وجوده أوجبوا السلام، والسلام لم يذكر في حديث المسيء. ما معنى أنك الآن تستدل بعدم ذكر التشهد على عدم وجوبه وتوجب السلام وليس موجودا؟ أليس هذا فيه اختلاف في الطريقة؟ قال: ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، مع أن للمستدل للسلام وقد أوجبه، قد أوجب المالكية السلام. قال: والحنفية لهم أن يستدلوا على عدم وجوب السلام بالدليل عينه. يعني إذا كان للمالكية أن يستدلوا على عدم وجوب التشهد بعدم ذكره، فللحنفية أن يستدلوا على عدم وجوب السلام بعدم ذكره أيضا، لأن كل من الأمرين لم يرد في الرواية، والمادة واحدة. إيش معنى المادة واحدة؟ هذا الحديث واحد، لكنه أورد اعتذارا للمالكية وقال: إن المالكي قد يقول إن الدليل المعارض لوجوب السلام، الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه. وش الدليل على عدم وجوبه؟ عدم الذكر. قال: وقد جاءت أحاديث بذكر السلام. وحينئذ فبناء على القاعدة التي سبق أن قررناها أنه إذا جاء دليل يوجب قولا أو فعلا وليس هذا موجودا في حديث المسيء، أننا نعمل ذلك الحديث. فإذا المالكي حينئذ لم يتناقض، لأنه أوجب لم يوجب التشهد لأنه لم يرد دليل يدل على وجوبه بعينه، وأوجب السلام لأنه قد جاء دليل يدل على وجوبه بعينه. جواب المالكية جيد، ها؟ أي. قال: إلا أن هذا الاستدلال يرد عليه أمران. الأمر الأول أن دليل إجابة التشهد هو الأمر، أي إن من أوجب التشهد قد جاء في أحاديث الأمر به، ومن ذلك حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. وأيضا في حديث آخر: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإذا أنتم قلتوا إن التشهد ما جاء فيه أمر، ها؟ والواقع أنه جاء فيه أمر، مثل ما جاء في السلام أمر، فلا زلتم ما تجرون على طريقة واحدة. فلو كنتم تجرون على إعمال الأمر الزائد على حديث المسيء لكان ذلك يوجب أن يكون التشهد واجبا وأن يكون السلام واجبا، لأنه كما جاء الأمر بالسلام جاء الأمر بالتشهد، وهو أرجح مما ذكرناه، يعني أرجح إعمال الأمر. قال: لكن المالكي يمكن
يخرج من هذا؟ فيقول لعله يقارن بين الرجحانين. يقول نعم، عدم ذكره في حديث المسيء فيه رجحان، وذكره في الأمر به فيه رجحان، وليست الأرجحية مراتب وليست شيئا واحدا. فيمكن أن يكون الشيء هذا راجح وهذا راجح، ولكن أحدهما أكثر رجحانا. وحينئذ يمكن أن يقول المالكي أنا عندي أن عدم الذكر أرجح من عدم من الذكر. ولعل من صور ذلك أن يقال مثلا إنه مثلا الأحاديث التي فيها ذكر الأمر أقل سندا من حيث القوة من حديث المسيء، وحينئذ يكون هذا ضعف في الرجحان ربما يعلو عليه قوة عدم الذكر الموجودة في حديث المسيء. على كل يقول له أن يمهد عذره، فإذا قال لنا بعد ذلك نظرنا فيما يقول. إذا أراد المالكي أن يقول نعم هما رجحانان ولكن الرجحان الذي عندي أقوى، قلنا له كيف كان أقوى، فإذا قال كيف كان أقوى ناقشنا بعد ذلك وما جاء النقاش إلى الآن. طيب، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، وهي قاعدة مهمة جدا، الدليل إذا دل على الشيء ولو كان واضحا في الدلالة على الشيء لا ينفي أن يأتي دليل آخر يعارض هذا الدليل، يعارض هذا الدليل. ومن هنا كان من وظيفة المجتهد ألا يأخذ دليلا بمعزل عن بقية الأدلة ولو كانت دلالته على الشيء واضحة بينة، فإن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي أن يوجد معارض لذلك المعنى الراجح. ثم قال الدليل أو الدلالة على أمر من الأمور تحصل بأحد طريقين، إما باللفظ كألفاظ الوجوب وألفاظ التحريم، إما باللفظ وإما بقرائن لو جرد النظر إليها لثبت الحكم. وفي كلا الطريقتين، الدلالة باللفظ أو الدلالة بالقرائن، هذا لا ينفي أن يكون هناك معارض راجح. نعم، إذا استدل بلفظ يحتمل الأمرين كانت الدلالة منتفية، يعني لو كان عندنا دليلان وهما في قوة واحدة وفي درجة واحدة انتفى الاستدلال. وهذا الذي يقول فيه بعض أهل العلم التوقف، لكن هذا لا يقع إلا في النوادر، ثم إن هذا لا يقع لكل أحد. يعني هذا استواء الدلالات هذه من الأشياء الإضافية التي تقع عند عالم وقد يقع عند عالم آخر أنها ليست متساوية بل هذا أرجح، ويقع عند عالم آخر عكسه أن هذا الذي قيل أنه أرجح يكون مرجوحا. لكن الدلالات المتساوية هي دلالات إضافية قد تولد عند المجتهد الواحد، لكن لا تكون دلالة متساوية عند كل المجتهدين. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مهمة جدا حينما يقف الإنسان في كلام أهل العلم. تجد في كلام أهل العلم يقولون الدليل على كذا قول الله عز وجل ويسوق الآية، أو الدليل على كذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق الآية. الدليل يطلق بمرتبتين، المرتبة الأولى الدليل التام
الذي لا معارض له. الدليل التام الذي لا معارض له، وحينئذ هذا يقتضي أنه لا يوجد ما ينفي دلالة هذا الدليل. ويطلق الدليل بمعنى ما هو راجح، وإن كان هناك ما يخالف دلالته. هذه القاعدة، وهو أن الدليل يطلق بمعنى الدليل التام الذي لا يوجد له معارض، أو الدليل الذي يوجد له معارض ولكن المعارض مرجوح، قال الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأولى. يعني إيش الدليل؟ الدليل التام الذي لا يوجد له معارض. وهذا الكلام الذي قاله ابن دقيق العيد فيه إشكال. ما معنى أنه إذا جاء في الكتاب والسنة يحمل على الدليل التام؟ هل المقصود كلام أهل العلم حينما يقولون الدليل ويذكر دليلا من الكتاب، أو الدليل ويذكر دليلا من السنة، أن نحمل كلامه على هذا على أنه لا معارض له؟ هل يمكن أن يفعل هذا؟ ها؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن، لأن الكتب مليئة بالخلاف، وكل منهم يستدل من الكتاب والسنة. طيب، إن أراد أنه إذا جاء في الكتاب والسنة الدليل على كذا هو كذا، فهذا نعم، لكن ما نجد، ما نجد في الألفاظ القرآن الكريم والسنة أن يقال الدليل على كذا هو كذا. ولهذا فلعل المعنى الأول هو أقرب المعنيين، وهو أن يقول إنه إذا جاء بكلام أهل العلم أنهم يقولون الدليل على كذا هو قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحمل هذا على أنه دليل لا معارضة له، لكن هذا ينبغي أن يكون على الأقل ما يقع في الذهن أولا، لكن يبقى الذهن منفتحا لاحتمال أن يوجد معارض راجح. وهذا أيضا يمكن أن يقال هذا وظيفة المقلد أو نحوه، لكن وظيفة العالم ليس أن يأخذ دليلا ويدع بقية الأدلة. قال ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. كأنك تقول أو كأنه يقول إذا وجدت في كلام أهل العلم أنهم يقولون الدليل هو كذا، احمله على الدليل التام. إذا قال لك واحد لا هذا يمكن مرجوح، قل معلش الأصل هو أنه دليل تام، تقول في معارض هات البيان، عندك بيان اذكره، أما ما عندك بيان احمل كلام أهل العلم حينما يقول الدليل على الدليل التام الخالي عن المعارض. نعم. الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه، وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه، وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع. وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى، ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل، كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به، ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة
بهذه اللفظة أعني الله أكبر. وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. خرج ما ذكرناه. يخرج ما ذكرناه. طيب، هذه الوجه الرابع من الكلام على الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكبر، استقبل القبلة فكبر. استدل بهذا على وجوب التكبير بعينه، أي بهذا اللفظ، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه يجزئ أن يأتي بأي لفظ يدل على التعظيم، كأن يقول الله أجل، الله أعظم، الله أكبر ونحو ذلك. سبب هذا أن أبا حنيفة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله فكبر أي فعظم، كما في قول الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه. فلما رأينه أكبرنه يعني عظمنه. وفي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، المقصود هنا فعظم وليس خصوص التكبير فقط. قال: فإذن قوله صلى الله عليه وسلم فكبر أمر بالتكبير، والتكبير المراد به التعظيم لله عز وجل. فإذا قال الله أكبر أو قال الله أعظم أو الله أو الله أجل كفى ذلك. قال: إن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنهم اتبعوا لفظ الحديث، وإذا دار الاستدلال بين اتباع لفظ الحديث واتباع معناه، فتقديم اتباع لفظ الحديث على معناه أولى. فمن قال الله أجل، الله أعظم، هل اتبع لفظ الحديث أو اتبع معناه؟ اتبع معناه. يعني لو فرضنا أن المقصود يعني كبر يعني عظم، فمن قال الله أكبر اتبع لفظ الحديث، ومن قال الله أجل أو أعظم اتبع معنى الحديث. فإذا دار الأمر بين اتباع اللفظ واتباع المعنى فاتباع اللفظ أولى، وهذا ظاهره تعيين التكبير. الوجه الثاني أن الصلاة عبادة، والعبادات أصلها دائرة على قصد التعبد لا على مراعاة المعاني. العبادات قائمة على أصل التعبد أو على متابعة التعبد لا على الفحص عن المعاني. فأنت تصلي الظهر أربعا وتصلي الفجر ركعتين، تصلي العصر أربعا وتصلي المغرب ثلاثة، هل تستطيع الآن من حيث المعنى أن تبين لي السبب لماذا كانت الفجر ركعتين وكانت الظهر أربع، ها، والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ فإذا العبادات أصلها قائمة على محض التعبدات، وهذا لا يعني أنه لا معنى لها، لكن نحن لا نقف على معانيها يقينا أو جزما،
وقد نعرف فيها شيئا من المعاني. إذا كان كذلك، إذا كانت أصل العبادات قائمة على التعبد، فالاحتياط أن نلتزم التكبير جريا على قاعدة العبادات. ثلاثة، أننا نجد أن الألفاظ العبادية لها خصوصة في الأجر والثواب نحن لا نقف عليها. يعني لو سلمنا أن المراد هو التعظيم لله عز وجل، هذا لا ينفي أن يكون في كلمة الله أكبر بخصوصها معنى يقتضي تخصيصها، لا يوجد في الله أجل أو الله أعظم. ولهذا ألفاظ الأذكار، لو أن إنسان أبدل يعني قال الفاتحة سبع آيات ولا لا، طيب أنا بقرأ بدل سبع آيات 17 آية يجزئ هذا؟ طيب لو أنه في التشهد قال التشهد ذكر وثناء لله عز وجل أقرأ في 10 آيات، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. ولهذا فإن الألفاظ العبادية لها رتب لا تتأدى إلا بما جاء الدليل عليه، وحينئذ فنقول هنا التكبير هو بقول الله أكبر، ولا يعارضها أن يكون الأصل المعنى مفهوم، وهو أن التكبير فيه تعظيم لله عز وجل. صحيح، التكبير الله أكبر فيه تعظيم لله عز وجل، لكن هذا لا ينفي أن يكون في كلمة الله أكبر خصوصية تقتضي تفضيلها على ما سوى ذلك من كلمات التعظيم. وقال خذ مثال على هذا، الركوع وش مقصود منه؟ الخضوع لله عز وجل. طيب لو أنه أراد أن يخضع بغير هذا الفعل هل يجزئه؟ لا يجزئه. ولهذا فكل فعل أو قول في العبادة فهو مقصود لذاته، ولا ينصرف المكلف عنه إلى غيره بمراعاة المعنى. أربعة، الوجه الرابع، أننا وجدنا أن الأمة استمرت على هذا العمل، لا يفتتحون صلاتهم إلا بقول الله أكبر، وهذا مما يؤيد أن هذه اللفظة مرادة بذاتها. خمسة، اشتهر بين أهل الأصول هذه القاعدة، يقولون إنه إذا استنبطت من النص علة، علة الأمر أو علة النهي، وكان إعمال هذه العلة يؤدي إلى إبطال العمل بالنص لم تراعى هذه العلة، لأن العلة أصلاً مفروض أنها تكون خادمة للنص وليست مبطلة للنص. فإذا قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم فكبر يعني عظم، وحينئذ التعظيم يكون بكل لفظ، فقد عدنا على النص الذي ذكر فيه خصوص التكبير بالإبطال، وحينئذ لا ينبغي أن يراعى هذا المعنى. طيب، الوجه الخامس، قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة، ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة، والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض، اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق. الطريق الأول
أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مثلا مفسرا للمجمل الذي في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون فليس كذلك، لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه، وقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء، بل كل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. الطريق الثاني، لا قفهم، قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما هي ما الموصولة؟ بمعنى اقرأ الذي تيسر معك من القرآن الكريم، هذا يدل على وجوب القراءة في الصلاة، على وجوب أن يقرأ المكلف في الصلاة، وسيأتي ذكر تفصيل في آخر المسائل هل القراءة واجبة في كل الصلاة أو في ركعة منها أو في أكثرها أو في بعضها. المهم أن الصلاة لا تخلو من قراءة. الشيء الثاني، يستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة. وجه الاستدلال أي ما تيسر، ما اسم موصول كذا، والموصول من ألفاظ العموم، فإن تيسر لك أن تقرأ الفاتحة أو تقرأ غيرها فقد أجزأ ذلك عنك، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فيكون قارئا ممتثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظا عاما تدخل فيه الفاتحة وغير الفاتحة. إلا أن الأئمة الأربعة قالوا لا يجزئه أن يقرأ غير الفاتحة ما دام مستطيعا لقراءتها، فلو أنه قرأ سبع آيات من غير الفاتحة لم تجزئه وكانت صلاته باطلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث أخرجه الشيخان من حديث عبادة ابن الصامت. إذا كان كذلك فكيف يجيبون عن حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ وقلنا إن ما تيسر معك من القرآن يدل على أن أي شيء متيسر يجزئ. طبعا ذكر فرق بين أبي حنيفة وبقية الأئمة في أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا، والفرق عنده أنه يأثم بترك الواجب لكن لا تفسد صلاته، إلا أنها لو كانت فرضا لفسدت صلاته، وهي عند الأئمة تبطل الصلاة بترك قراءة الفاتحة. طيب كيف يجيب هؤلاء الذين أوجبوا الفاتحة، كيف يجيبون عن حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ وقلنا إن هذا لفظ عام يدخل فيه كل ما تيسر ومنه الفاتحة. أجابوا عن هذا بجملة طرق. الطريق الأول أنهم يجعلون الدليل الدال على تعين الفاتحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسر للمجمل، يعني يجعلون قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك هذا كلام مجمل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا كلام مبين،
ودائما يقولون المبين يقضي على المجمل. انتهى الإشكال ولا لا؟ طيب، قال هذا الطريق فيه نظر، هذا الطريق فيه نظر، لأنه ما يصدق عليه التعريف الذي يقوله الأصوليون للمجمل. الأصوليون يقولون المجمل هو ما لا يتضح المراد منه، يعني اللفظ الذي لا تعرف على ماذا يدل. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن، هل هو مما لا يمكن أن يتضح المراد منه ولا واضح المراد؟ واضح المراد. ما هو المراد؟ الشيء المتيسر عندك. فهذا ليس من الإجمال الذي يحتاج إلى بيان. افرضوا أنه لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ الإنسان ما تيسر معه، يقدر يفعل هذا ولا ما يقدر؟ هل يكون ممتثلا أو غير ممتثل؟ ممتثل. إذن هل هذا ليس هو المجمل الذي يقوله الأصوليون، وهو أن الذي لا يتضح المراد منه، هذا واضح المراد منه. إذن الجواب بأنه مجمل فيه نظر، إلا أنه قد يرد عليه أن يقال لا، الإجمال ليس شيئا واحدا، الإجمال يقع على رتبتين. الرتبة الأولى ألا يتضح المراد من الكلام، والرتبة الثانية ألا يتعين فرد من الأفراد، بمعنى أن هذا الشيء اللفظ يدل على أفراد متعددة، فإذا كان يدل على أفراد متعددة فهو لا يزال مجملا. فلما جاء حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن دل على أحد هذه الأفراد، فهذا لا يمنع من الاكتفاء، فدل على أحد هذه الأفراد، قال حتى هذا الكلام ما يغني شيء. لأننا إذا قلنا إنه دل على أفراد متعينة يكون ممتثل إذا قام بأي فرد من الأفراد، يكون ممتثلا إذا قام بأي فرد من الأفراد. فنحن لو سلمنا لكم، أولا هو لا يصلح أن يكون مجملا، ولو سلمنا أنه لكم مجمل فيقع الامتثال هنا، يمكن للمكلف أن يمتثل ولو لم يرد ذلك البيان في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لأنه أي فرد من أفراد القرآن الكريم يكون صالحا لأن يقرأه ويكون ممتثلا. إذن هذه الطريقة الأولى، طريقة الإجمال والبيان، فيها إشكال، ليست قوية في الجواب. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد، أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري إلا لحم الضأن لم يتعارض، ولو قال اشتري لي أي لحم شئت ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. وأما دعوى التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي التيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. طيب، الطريقة الثانية في الجواب أن نجعل حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مطلق، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن مقيد.
أو أن نجعل حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن عام، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن خاص. ومعلوم أن المقيد مقدم على المطلق، وأن المخصص مقدم على العام. فحينئذ يمكن الجواب على هذا. قال هذا الجواب فيه نقاش، وهو أنه صحيح إذا جاءنا مطلق ومقيد قدمنا المقيد على المطلق، لكن إنما يقال في هذا إذا كان المطلق مطلقا من كل وجه، ما له أي نوع من التقييد. أما إذا جاء المطلق مقرونا بقيد فلا يصلح هذا الحمل. وقد جاء المطلق هنا بقيد التيسير، تصلح هذه القاعدة لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ من القرآن، لكن هنا قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن، فهذا ليس مطلقا وإنما هو مقيد. والقيد ما هو؟ قيد التيسير الذي يقتضي أن يتخير بين أفراد القرآن الكريم فيقرأ ما تيسر من أفراد هذا المتيسرات. وهذا القيد يقابل التعيين الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال خذ مثال على هذا، يريد أن يقول إن التقييد يطلق على يقيد به المطلق من كل وجه وليس الذي قرن بقيد. مثلا لو قال لغلامه اشتر لي لحما، ثم قال لا تشتري إلا لحم الضأن، اشتري لحما مطلق ولا ما هو مطلق؟ طيب لا تشتري إلا لحم الضأن مقيد ولا لا؟ في تعارض بين الكلامين؟ ما في تعارض، هذا مطلق وحملنا عليه المقيد. لو قال له اشتر لي أي لحم من شئت، هنا قال اشتري لحما، هنا اللحم قيد بقيد وهو مشيئة هذا العبد الذي سيشتري، اشتر لي أي لحم شئت، ثم قال لا تشتري إلا لحم ضأن. أجل وش الفائدة من فائدة المشيئة الأولى؟ ها؟ أي لحم شئت ثم تقول لا تشتري إلا لحم ضأن؟ هذا في تعارض، فيه تعارض. وحينئذ المطلق الذي يحمل على المقيد هو المطلق الذي يكون من كل وجه لأجل ينفي التعارض بينهما، أو هو يقول لا تعارض بينهما. أما إذا كان المطلق مقيد بقيد فإنه لا يقدم عليه الآخر بل هما متساويان، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة لا تشتري إلا لحم الضأن أراد به الاستثناء، فنعم يعني يقول لي اشتر أي شيء شئت كل اللحوم بس أنا استثني شيء واحد لحم الضأن، وبناء عليه أنا ما قيدت مشيئتك تقييدا تاما، اشتر لحم غنم، لحم جمل، لحم بقر، لحم طيور، لحم دجاج، لحم سمك. فإذا أنا الآن فقط إنما أردت بقولي إلا لحم الضأن هنا الاستثناء، يعني كأني قلت اشتر أي شيء شئت إلا هذا. إذن يقول الجواب بالإطلاق والتقييد فيه نظر، الجواب بالعموم والتخصيص وهو أن يجعل حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن عام، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن خاص،
فأبعد. ليش؟ من حيث اللفظ واضح، ما تيسر معك الغلاء، قلنا هذا لفظ موصول، ما تيسر، وهذا عام يشمل كل شيء. لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن، هذا خاص. قال لا، الذي يبعده ليس هو اللفظ. نعم صح، اللفظ ربما تجعله واضح في العموم والتخصيص، لكن دلالة السياق تنفي هذا التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهذا الرجل ماذا؟ يسر عليه، فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فلو كان المتيسر معه من القرآن مخصوص بالفاتحة، فهل هذا فيه تيسير؟ ها؟ ليس فيه تيسير. فحينئذ ينبغي ألا يقال بالعموم والتخصيص، إلا أن لقائل أن يقول لا، بل في الحقيقة أن إيجاب الفاتحة هو من اليسر، لأنك لا تكاد تجد أحدا يحفظ شيئا من القرآن إلا وقد حفظ قبله الفاتحة. إذا الفاتحة متيسرة على كل الناس، بدليل أن المسلم أول ما يتعلم بالفاتحة. إذا ما تيسر معك من القرآن هو في الحقيقة الفاتحة، لأن الفاتحة هي أول ما يتيسر للناس من حفظ القرآن الكريم. طيب، وعليه فإن وجه التعميم والتخصيص فيه قوة. نعم، الطريق الثالث. الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدلل على ذلك بوجهين، أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة، والثاني ما ورد في بعض رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث، ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة، وهم الأكثرون. الطريق الثالث في الجواب عن التعارض بين اقرأ ما تيسر معك من القرآن الذي يقتضي أن يقرأ أي شيء، الفاتحة أو غير الفاتحة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن الذي يقتضي أنه لا يجزئ إلا الفاتحة، الطريق الثالث أن يقال معنى أو إن المراد بقول ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، اقرأ الفاتحة واقرأ بعد الفاتحة أي شيء يتيسر عليك. ويرشح هذا الجمع أمران. الأمر الأول أننا نستطيع بهذا أن نجمع بين دلالة الحديثين فنعملهما جميعا، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. اثنين، أنه جاء في بعض روايات الحديث عند أبي داود ما يدل أو يرشح هذا الجمع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وما شاء الله أن تقرأ. قال هذه الرواية إن صحت، ولا الرواية ذكرها أبو داود وسكت عنها، ذكر الحافظ أيضا في الفتح ولم يتكلم عنها بشيء، إن صحت فهي تزيد الإشكال بالكلية. إذن ما تيسر معك من القرآن مما زاد على الفاتحة، وبناء عليه تكون هذه الرواية فيها زيادة، وهذه الزيادة فيها بيان، فحينئذ يجتمع الحديثان جميعا.
ما رأيكم في هذا الجمع؟ ها؟ جيد. لكن صاحبه لا يستطيع أن يلتزمه، بادئ لبدء ولا يمكن أن يجيب. لماذا؟ لأن سبق على القاعدة التي كررناها أنه إذا جاء حديث فيه أمر وجب إعمال ذلك الأمر. مقتضى رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ أنه يجب أن تقرأ أم القرآن ويجب أن تقرأ شيئا زائدا على أم القرآن، ولا لا؟ فإن قلت لا أم القرآن واجبة والزائد ما هو واجب، صرت متناقض. قال ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها. في ماذا؟ في أي جزء؟ الجزء الثاني، وما شاء الله أن تقرأ عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثر. لكن يمكن أن يجيبوا، يمكن أن يجيبوا، قد يقولون نعم إن هذه الرواية تدل على أن الواجب الفاتحة وفيها أيضا قراءة زائدة عن الفاتحة واجبة أيضا. ألم نكن قد قررنا هناك أنه إذا جاءت رواية توجب أو تنفي الوجوب ينبغي أن تعمل ولا لا؟ فلما جاءنا حديث كل صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، دل على أن عدم الإجزاء منحصر في الفاتحة وحدها، وحينئذ الفاتحة وحدها هي التي تجب ويتعلق بها إجزاء الصلاة، وما سواها لا يتعلق به الإجزاء. فالرواية في ظاهرها نعم نعملها، نعمل الأمر في الجزئين، لكننا قد جاءنا دليل آخر يخرج الجزء الثاني عن مقتضى الوجوب إلى الاستحباب. طيب، الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يدل على وجوب الركوع، واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها، ولا يتخيل هاهنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغي أم لا، أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغي أو لا، فإن الغاية هاهنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة. وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال ما تقريره إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام، فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه لأن شرطه علمه بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب فإنه فعل فاسد، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة. وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع، وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه
بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. طيب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا يدل على وجوب الركوع في قوله اركع، ويدل على وجوب الطمأنينة بقوله حتى تطمئن راكعا، فهذا اللفظ دل على وجوب شيئين، على وجوب الركوع وعلى وجوب الطمأنينة. والطمأنينة معناها أن الإنسان يصل إلى حال ينفصل بها عن الفعل الذي قبله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريفا للطمأنينة جيد، أذكره لكم. قال: حدها ذهاب الحركة التي قبلها. حد الطمأنينة ذهاب الحركة التي قبلها، يعني الإنسان لما يكون راكع ينزل، فإذا ذهبت هذه الحركة تماما حصلت الطمأنينة. وهذا يدل عليه أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وجاء أيضا: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني يعود كل عضو إلى موضعه. إذن الركوع واجب والطمأنينة واجبة أيضا. قال هنا: لا يشكل عليك المسألة اللي سبقت، وهي أنهم يقولون إن حتى لا يدخل ما بعدها فيما قبله، يغسل المرفقين، يغسل اليدين إلى المرفقين أو حتى المرفقين، حتى كل مثلا حتى تشبع، أو اذهب حتى المكان الفلاني، هل تدخل في المكان الفلاني ولا ما تدخل فيه؟ اختلاف في هذا. هذا الاختلاف لا يقع هنا، لا يقع هذا الاختلاف في أن حتى هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا يدخل، لأن لو قلنا يدخل أو لا يدخل تأتي مسألة هل الركوع من شرطه الطمأنينة أو ليس من شرطه الطمأنينة. لماذا؟ قال: لأن الغاية هنا وهي حتى تطمئن، ما هي الغاية؟ الطمأنينة. الطمأنينة وصف للركوع، من أين؟ حتى تطمئن راكعا. لو قال ثم اركع حتى تطمئن قد يقال هل الطمأنينة تدخل فيما هو مأمور به أو لا تدخل، لكنه وصف الطمأنينة أن تكون طمأنينة وصفا، أن تكون الطمأنينة وصفا للركوع. إذن لابد أن تكون الطمأنينة موجودة في الركوع. قال لتقييده بقول راكعا: ووصف الشيء معه، حتى لو فرضنا أنه جاء بركوع لا طمأنينة فيه لم يصدق عليه أنه ركع، لأن الركوع الذي أمر به هو ركوع موصوف بأن فيه طمأنينة. انتهى من هذه وجاء إلى مسألة كبيرة جدا، وهي أن بعض المتأخرين أغرب جدا، وجاء بطريقة في الاستدلال في حديث المسيء تهدم كل الذي بنيناه، حتى ينتصر لمسألة الطمأنينة.
قلنا إن حديث المسيء صالح لاستنباط واجبات الصلاة، ومن واجبات الصلاة الطمأنينة. قال لا، الحديث ما يصلح أن يدل على شيء من الواجبات أبد. ليه؟ لأنه لو كان هذا الرجل قد أخل بالواجبات ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مرة وثانية وثالثة، والرجل متلبس بأفعال تبطل الصلاة، والفعل الذي يبطل الصلاة رحمك الله، الفعل الذي يبطل الصلاة فعل جائز ولا محرم؟ ها؟ فعل محرم. إذن كيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم عن يفعل محرم ثلاث مرات؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل، أي لم تصلي صلاة كاملة، يعني صلاتك التي فعلتها صلاة صحيحة، لكن المنفي في قوله فإنك لم تصلي هو الصلاة الكاملة التامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرر على الصلاة الأولى والصلاة الثانية والصلاة الثالثة، أقره على الأفعال التي فعلها، وحينئذ لا يمكن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على محرم. ولو قلت إن هذه الأفعال التي فعلها محرمة ما صلح شيء من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من تقرير إلا ويرد عليه هذا الاحتمال الذي قلتموه. وهذا مثل ما قال مذهب غريب، غريب جدا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره، أليس قد أنكر عليه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو لا يدري ما وقع فيه من الخطأ في الصلاة الأولى يمكن يقع فيه الخطأ في الثانية، وما وقع في الثانية لا يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع فيه في الثالثة. فلعل الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر به أنها عجلة أو نحو ذلك، فإذا ردده تأمل وأتى بالصلاة صحيح. افرض تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيخطئ في الثانية والثالثة، ليس هذا من التقرير على محرم، إنما هذا التقرير كان لمصلحة أعظم، وهو أن يستجمع همته كذا ويوقظ نفسه حتى إذا جاء التعليم وقع من نفسه موقعا عظيما. من المعلوم أن الإنسان حينما تعطيه المعلومة مثل ما نقول باردا بردة سهلة لا 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 يحتفي بها كثيرا، لكن حينما يحاول واحدة وثانية وثالثة وما تأتيه المعلومة إلا بعد شق الأنفس يكون المعلومة أثر في نفسه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن المفسدة في أنه أولا سيعلمه، الشيء الثاني أنه ليس هناك وقت يعني يخرج بحيث أنه يفوته الفريضة، الشيء الثالث مثل ما قلنا أنه ربما كانت هذه الصلاة نافلة أصلا. فحينئذ لو فرضنا أن تركه يعيد الصلاة ثانية وثالثة فيه ارتكاب لمحرم، لكان الإقرار الذي يمنع منه الإقرار الذي لا يعارضه مصلحة أرجح منه. ولا شك أن مصلحة التعليم التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كانت أرجح مع اتساع الوقت للتعليم ومع عدم ذهابه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع، نحن اليوم ألغينا الدرس الثاني حتى نكمل شرح الحديث مرة واحدة. السابع، الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال إن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال،
وهذا ضعيف، لأننا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود. وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها. وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهٍ جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. طيب، قول صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائمة دل على أمرين، على الرفع وعلى الاعتدال في الرفع الذي هو الطمأنينة. وهناك من لم يوجب الرفع أصلا، وأن الإنسان يمكن من ركوعه أن ينحط ساجدا دون أن يرتفع، قال لأن الرفع ليس شيئا مقصودا لذاته، وإنما الرفع لأجل الفصل بين الركوع وبين السجود، وهذا لا يسلم. أول، لا يسلم، قد لا يسلم أن هذا هو المقصود، بل لما لا يكون الرفع هو في حد ذاته مقصودا، بدليل أنه قد شرع له ذكر خاص به. اثنين، لو سلمنا أن الرفع للفصل، هل المقصود منه هو الفصل وحده؟ نسلم أن الفصل، لكن هذا جزء من غايته ومن ما من أجله شرع، ولكنه ليس كل شيء. قال وقريب من ضعف الاستدلال هذا ضعف من استدل بالإطلاق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو نحن أمرنا بركوع وسجود، ما أمرنا برفع من الركوع ولا برفع من السجود. قال هذا النص يدل على الركوع وعلى السجود، لكنه لا ينفي وجوب شيء آخر قد دل الدليل عليه. نعم، الوجه الثامن. الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع، وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه، هذه كالكلام في السابق ليس فيها شيء جديد. الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات، وهو مذهب الشافعي. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب في كل ركعة، والثاني الوجوب في الأكثر، والثالث الوجوب في ركعة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي أن هذا في كل ركعات الصلاة، ومن أفراد ذلك القراءة، فتجب القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ثم ذكر عن مالك رحمه الله روايات، منها أنه كقول الجمهور، ومنها أنه يكفيه أن يقرأ في الركعات في ركعة واحدة منها، ومنها أنه في الأكثر، يعني أن يغلب عليه القراءة في ثلاث ركعات ويدع واحدة، أو في ركعتين ويدع واحدة في مثل الثلاثية، لكن الدليل أظهر في وجوب القراءة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وإذا كان الركوع واجب في كل الركعات والسجود واجب في كل السجدات، فلما لا تكون القراءة أيضا واجبة في كل الركعات؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.